السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم واهلا وسهلا بكم، معاكم زياد هادي استاذ آلة العود والنظريات من العراق، اشرف بكم. اخواني الاعزاء، اليوم احنا عندنا كيف تقوي اصبعك الرابع، واللي كثير من الاخوان اتصلوا بي بخصوص عندهم ضعف بالاصبع الرابع، والاصبع الرابع مثل ما تعرفون بالعجم في الصبا نستخدمه، في الحجاز نستخدمه، وخاصة الصبا دائما اكو مشكلة. قبل ما ابدي، دورات اونلاين موجودة، رقم الهاتف اسفل الفيديو، اللي يحب يشترك يتصل عن طريق الواتساب، اشتراك شهري هي 8 محاضرات شهريا. وعندي ايضا الدورة اللي اذهب بها الى بيت الطالب في بغداد، شرف الي كبير، وتحياتي لطلابي في العالم العربي والعالم اللي هم حاليا يشوفوني في هذا الفيديو الجديد، وشرف الي الكبير. احنا ناخذ فترة وفترة، اكو كثير من الاصدقاء يحبون بعض الأغاني، فسامحونا شوية لأنه كثرة الطلبات على التمارين وعلى بداية التمارين، نعطي أولوية أول مرة للتمارين. أنت بدايتك كعازف عود أو تتعلم عود أو تواجهك صعوبة الإصبع الرابع، لذلك حاليا أكو تمرين موجود، هذا التمرين حاليا نشوفكم إياه، شوفوا تلاحظون هذه الريشة، طبعا مسكتك راح يصير عندك بداية من ال دو جواب، فيصير عندك دو سي با ثانية سبعة، واضح؟ دو سي دو سي دو سي دو سي دو سي سي لا سي لا سي لا سي لا سي لا سي صل حاول تبطئ الفيديو حتى تكتب، اذا انت عندك نوت حرفية تريد تسجلها. هذا ضعيف، ايش يصير عندك؟ للأسف يحتاج قوة، لذلك هاي تقويك ريشة فيصير. هتصير بعدين. هو تلقائيا راح يصير عندك، لكن تتمرن مع المترونوم من 70 تبدي، ثم 80 ثم 90، وراح أسجل فيديو آخر كيف تتمرن مع المترونوم.
تحياتي لكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك، واللي يحب يشترك بالدورات موجود طبعا دورات أونلاين 8 محاضرات في الشهر موجود أسفل الفيديو. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.